أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، تحية طيبة لكم أينما كنتم، سواعد أمل وحلقة جديدة. مركز سوي لدعم اللاجئات السوريات في مدينة كيلس التركية يساعد المرأة السورية على تعلم حرفة تقيها من العوز وإنتاج الأشغال والحرف اليدوية وتدريبها على معرفة حقوقها وكيفية الاندماج في المجتمع وتمكينها اقتصاديا ومعرفيا. مركز كريمات لدعم المرأة السورية سيكون محور الحلقة لهذا الأسبوع من سواعد أمل. من هو المركز؟ كيف يعمل؟ وهل له صدى في المجتمع السوري في مدينة كيلس التركية الذي بلغ عدد السوريين فيه أكثر من المواطنين الأتراك؟ كل هذا سنناقشه مع ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع، السيدة نجلاء الشيخ، مدير مركز كريمات لدعم المرأة السورية. أهلا وسهلا بك سيدة نجلاء. أهلا فيك أستاذ أحمد. بداية ضعينا والمشاهدين بتعريف مركز كريمات. مركز كريمات لتمكين المرأة السورية اللاجئة في كيلس، يساعد المرأة السورية على التمكين الاقتصادي، على التمكين المعرفي وبعض برامج الدعم النفسي. رح فصل أكثر. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، بيساعد المرأة السورية الموجودة في كيلس على أنه تمتلك حرفة ممكن تساعد زوجها أو تساعد أهلها، أو أنه هي تعيل أسرتها، بتتمكن من حرفة بتتأمن لها فرصة عمل. بالنسبة للتمكين المعرفي، بيضم المركز على دورات لغة تركية، لأنه نحن هلأ صرنا بحاجة كتير كبيرة للغة التركية إن كان بالجامعة أو إن كان بالحياة اليومية. وكمان في عنا دورات اللغة الإنجليزية، وفي كمان المحو الأمية، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي. طيب كيف بدأت فكرة مركز كريمات؟ مركز كريمات كانت الفكرة ولما أنا جيت على تركيا من 3 سنين، كنت عايشة أنا في دارية من الناشطات المتواجدات في دارية اللي ثاروا من بدايات الثورة، بداية الثورة. فجيت بعد نزوحي الرابع على تركيا، ما كنت مستوعبة الوضع، أكيد كنت رح أرجع يعني بعد ما انضربنا الضربة الأخيرة بإعزاز، أنه خلص هي فترة مؤقتة وراجعاني أنا لسوريا، لأنه أنا عندي شغل كتير بسوريا. فكنت عم بمشي بالشارع فشفت النساء واقفين على طابور الخبز، طابور الحليب، طابور الاحتياجات الأطفال، ما كنت مستوعبة هذا الأمر. بكلس هذا الحكي، بكلس من 3 سنين ما كنت مستوعبة، كنت وقف قدام السيارة وأبكي وقول لهم شو عم تعملوا؟ يعني أنه نحن كنا بسوريا مظاهرات ومجادلات مع الأمن ومشاكل والطفار، كنا عم نلعب مع الأمن لعبة القط والفار، يعني كيف هاي المواقف، المطالبة بالمعتقلين، يعني كان في كتير نشاطات صحيح. كتير كبيرة. فأنه أجي على تركيا وشوف هذا المنظر كان بالنسبة لي صدمة كتير كبيرة. حكيت معهم كتير أنه كيف هيك عم تساوي، حتى بكيت قدامهم أنه يعني كيف هيك، ما نحن أمنا عملنا ثورة، طالبنا بالكرامة لحتى أنتوا توقفوا هون. فبعدين مرة على مرة صرت أحكي معهم، حسيت أنه هذا الواقع يعني لازم أرضى فيه، وعرفت أنه أنا ما عاد فيني أرجع على سوريا وأنه رح أبقى بتركيا بعد ما استأجرت بيتي. فتعايشتي مع الواقع وحاولتي تحسينه لأفضل. صرت كل يوم داوم على هذا المشهد، كل يوم إجي على هذا المشهد. فصرت أحكي مع النساء، بتذكر أنه كان الطابور لا يقل عن 90 امرأة، وكانوا يعني أصواتهم كتير طالعة، يعني ممكن تلاقي ستنتين نساء هي حماية وكنا عم يختلفوا مع بعض مشان كرتونة أو مشان علبة حليب، أنه مشان هالأمور. بعدين صرت أحكي معهم أنتوا شو بتعرفوا بتعملوا، يعني شو بتساووا. أغلبهم قالوا لي أنه بيشتغلوا صوف ومخرز وخياطة وهيك أشياء. ففكرت أنه أعمل شيء، مع أنه ما في عندي أي فكرة بهذا الأمر، يعني ما كنت مفكرة. قلت لك أنه أنا فكرتي أنه بدي أرجع على سوريا هي خلتني شوي أشعر بعدم الاستقرار، وأنه هي دولة مو دولتي، يعني أنا ما بعرف أحكي تركي. فسألتهم، الأكترية كان صوف ومخرز. يعني رحت على البيت، شفت صاحب بيتنا تركي، أنا ما بعرف أحكي ولا كلمة، كنت يعني جاي جديد، وكان زوجي لسه ما واصل من سوريا، يعني كان على الآن بمتزر الدارية لسه بده يتأخر ليوصل على تركيا. فسألتهم أنه أوكي، رحت عن صاحب البيت قلت له أنه بدي مبلغ منك. فبتذكر أنه قال لي قديش، قلت له 1000 ليرة، الطرفة أنه أنا لدرجة أنه أنا ما بعرف حتى بالعملة التركية. فأعطاني 200 هي 1000 ليرة، فأنه قلت له لا أنا بدي 500، يعني لهالدرجة أنه أنا ما بعرف أبدا من أي شيء. تاني يوم رحت مباشرة على السوق، اشتريت صوف واشتريت سياخ المستلزمات وحطيتهم ببيتي. بيتي لسه مو مفروش، لسه عم يتجهز، يعني هو بيت قديم كانوا عم يجهزوا لي الأتراك. وجبت، بتذكر انه جبت 18 امرأة
من الشارع، قلت لهم كنت حاكي معهم كتير، هني انصدموا انه معقول هيك انه انت اول يوم بتحكي تاني يوم دغري بتجيبي. جبتهم فتحت الكراتين وحطيتها بغرفة من غرف البيت وقعدت النسوان. فشو بدنا نشتغل؟ قلت لهم انه يفضل انه نشتغل الاشياء العلاقة بالاطفال لانه ما بدنا نفوت بمتاهات الاحجام الكبيرة. شو بدك تساوي نجلاء؟ ما بعرف، ما عندي اي فكرة. بتذكر هذا الموقف قلت لهم انه خلص منبسط فيها ومنبيعها، يعني هي هذا اسوأ احتمال. فبتذكر انه سألت امرأة هلا هي مدربة معانا بقسم الصوف المخرز بالمركز، قلت لها طيب لنفترض جدلا انه ما انباعت معنا القطع شو نساوي؟ قال كلاتنا عندنا اولاد، يعني 4-5 اولاد بنلبسها لاولادنا. حسيت شوي ببعض الراحة انه يعني اوكي، يعني في نسوان متعاونة معي بيبقى علي انه مبلغ الالف ليرة. فحكيت الفكرة مع صاحب البيت، قلت له هيك، طبعا الحكي مع صاحب البيت كانت بالاشارة فقط. قال لي انه لازم تعملي كرمس، وبقى نعرف شو معنات كرمس، حطيناها على جوجل تطلع نفسها كرمس وكذا، بالاخر عرفناها انه هي معرض. يعني كان هي الصعوبات في البدايه. والله الله يجزيه الخير اخذني لعند الوالي لازم مشان الموافقه الامنيه، والوالي كتير رحب بالفكرة لأنه كانت يعني أول لسه وصول السوريين لتركيا، يعني لا كان كلهم وصلانين سنة بس لسه ما في لهم أي نشاط. 2012 هذا الحكي يعني؟ 2012 آخرتها لل 2012. فقام قال أنه أوكي أنا بعطيكم المكان وبجي أنا تمام. من هون بلشنا؟ من هون بلشنا؟ من هون بلشنا؟ من هون بلشنا؟ النساء السوريات هل تقبلوا هاي الفكرة؟ هل جاوبوا معك ولا لا أنه بدنا نضل واقفين على الطابور ما بدنا نروح نشتغل ونعمل هاي الشغله؟ هلا تقبلوها بقوه، بس ما تركوا الطابور، ما تركوا لبعد فتره. بالعكس صارت خلال هالفتره بعد ما عملنا اول معرض، عملنا كان كل شيء جديد علينا. حتى انا بالنسبه لي كانت الفكره جديده لانه انا بالنسبه لي كان بسوريا نشاطي مختلف. المعرض سويته اول اول منتجات يعني كانت بعد كم يوم من كم لا من بعد شهر و15 يوم شهر ونص عملتوه بكلس المعرض. عملناه بكلس وحقق مبيعات. حقق مبيعات ما كنت انا متوقعتها. يعني القصه انه كيف كانت يعني فيها صارت طرافه لانه نحن ما كنا عم نفهم عليهم. فالوالي قال انه لازم نعمل اكل، فانا شو خطر لي انه الاكل حتى نعرف عن ثقافتنا نحن السوريين. واذا لما عفوا اجى الوالي وجاب معه كل شيء له علاقه مثلا بالحكومه، رئيس مدير قسم المياه ومدير قسم والبلديه وهالقصص وكذا، ويشتروا يجوا ياكلوا قطعه الكبه يحطوا 5 ليرات، يجوا ياكلوا قطعه العجه يحطوا ليره. فكانت انه نحن كل فكرنا انه نحن لازم نحط الاكل لنعرف عن منتجاتنا. فانه بلشنا نتعرف على عن القانون التركي اللي موجود بتركيا، عرفنا انه شو هيك، وحقق مبيعات كتير منيحه. باعت كل القطع بس مو باعت كلها بالمعرض، انا بعد فتره يعني باع قسم كتير كبير بالمعرض والباقي سوقته عن طريق صديق اخذ البضاعه لايطاليا ومباعت كلياتها. وفينا صاحب البيت المبلغ، والقسم الثاني اعطيت النساء اجرهم وخبينا مبلغ ثاني وبلشنا نعمل معارض. طبعا هون كان اول شيء بلشنا ب 18 امراه، صار كل يوم كل يوم في اقبال، النساء تجي لعندي على البيت انه حابه تنضم لنا. ضلينا هيك لمده سنه لوقت صار عددنا 45. كنا بهذاك الوقت اسمنا ام ثائره، كنا اسمنا ام سائره، وكنا نحط على القطع بطاقه انه دعمكم بيساعد هاي العائلات وبدعمكم بيوقف معنا نحن وكان كتير صارت تتوجه الأضواء علينا، حتى أنه كحكومة تركية صار أي شيء له علاقة باجتماعات المرأة بمراكز تمكين المرأة اللي هن موجودة عندهم التركية صاروا يدعونا. بس أنا خلال هاي السنة كنت التقى مع النساء كل سبت وأحد وبلش أعطيهم دعم نفسي جماعي، وبلش أفهم طبيعتهم هن، وبلشت أتعرف عليهم كتير منيح. اكتشفت أنه هن من طبيعة كتير هالشي، يعني بحاجة لكتير أشياء، بحاجة لكتير بدون أرضية يوقفوا عليها تساندهم، لحتى صرنا فريق. يعني صار الفريق وصرتوا تشتغلوا بمجالات أكتر من أنه صوف وحياكة وهيك شغلات. صار في عندكم مجالات اللي هي تمكين المرأة هي هذا هون أول شيء أسست فريق. تمام. من خلال أصدقائي كمان كتير منظمات عندي، رفقات كتير ساعدوني أنه يعملوا لنا دورات بكيف تكون أنت امرأة قادرة أنه بالعمل المؤسساتي. كيف تكوني شخصية بتقدري تقودي فريق مؤثرة. أيوة كيف تقودي فريق أي. كيف تقدري تأثري ببنات، كيف كذا. صاروا جاهزين قبل ما ننتقل للمركز. بعكس المشاريع الأخرى، نحن بالمشاريع دائما منأسس المكان ومنجي
نجيب الآلات بعدين. أنت أسستي الكوادر البشرية الكوادر بعدين البشرية. أيوة اشتغلت عليهم. صار عندي بعد أول معرض صارت عندي فكرة أنه ممكن يكون عندنا مكان ويضم كتير مجالات. بلشت تتبلور الفكرة كتير منيح براسي. بعدين الحمد لله رب العالمين ساعدتنا البلدية أنه تعطتنا مكان وهي بتدفع الأجار الأجار المكان والكهرباء والماء والإنترنت وبعض المصاريف اللي بتلزمنا. طبعا نحن بنمول حالنا من خلال المعارض، بنعمل معارض بكثرة وكثير منظمات بتجي بتزورنا وبتشتري منتجاتنا، وطبعا من خلال صفحتنا كمان بنقدر نسوق بعض المنتجات. تمام. هلا أتأسس المركز، صار في عندكم توعية صحية وصار في برامج تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة التركية، حتى احكي لنا عنهم شوي. لما نتأسس المركز صار في عنا مثل ما قلت لك في بدايته أنه خلص صار في قسمين، قسم التمكين الاقتصادي بتفوت الامرأة ممكن تمتلك بتحب هي الخياطة، بتحب الصوف، بتحب المخرز، أو بتحب الكوافير والعناية بالبشرة والتجميل وهي الأمور، هي القسم اللي بدها. أو وكمان في شغلة بتساعدها كتير أنه نحن عنا قسم الأطفال، يعني الأم اللي عندها طفل تحت العمر المدرسة اللي ما عم بيروح عن المدرسة بتجيبه معها في قسم الأطفال أنا بشرف عليه شخصيا، وطبعا بالإضافة لمدربتين بوجه لهم شكر كتير كبير لأنه هني بصراحة مشتغلوا شغل كتير جبار مع الأطفال. التعليم عن طريق اللعب، وفي برامج دعم نفسي، وفي عنا حالات بالمركز حالات أطفال خاصة قدرنا نشتغل عليها والحمد لله رب العالمين تجاوزت الأزمة مثل اضطرابات مع بعض الصدمة. هذا بالنسبة للتمكين الاقتصادي، وفيه على فكرة كتير كتير متدربات، يعني بكل قسم لا يقل عن 40 متدربة. بالنسبة للتمكين المعرفي لقينا حاجة كتير كبيرة أنه نحن بحاجة للغة التركية، ففي عنا قسمين، قسم الجامعة اللي هن الطلاب الجامعة اللي بتجاوز بسرعة المراحل اللي هن بحاجة للتوفل يعني، وفي قسم النساء العاديات اللي هن حابين يتعلموا اللغة التركية، هذا شوي بيمشي ببطء لأنه في كتير نساء منهم ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. وفي قسم المحو الأمية، نحكي عنه هذا محو الأمية. المحو الأمية لما بلشتوا بمحو الأمية كان في شريحة واسعة من النساء ما بتعرف تقرأ وتكتب؟ في كتير في شريحة كتير واسعة حتى هن الموجودين بقسم التمكين الاقتصادي بس ما عندهم الجرأة أنه يتعلموا القراية والكتابة. تعرف شغلة البصمة الموجودة أنه أنا كيف بدي، يعني أنا عمري 40 سنة وما بعرف أقرأ وأكتب وهلأ بدي أقعد على الطاولة وبدي أتعلم وكذا. في البداية واجهنا بصعوبة، فأنا كان صعب علي أنه أفتح المشروع وتكون مدرسة قائمة على المشروع وكتب ومناهج لطالبتين بس أصريت فتحته. بعدين صار يتشجعوا النساء، وخصوصا انه هو المركز لما النساء بيفوتوا له هو فيه طابع دمشقي، انا دهنته على هالطريقه انه فيه طابع سوري، انه فيه ليمونه وفيه داليه عنب، وحتى مدهن بطريقه شاميه بيشبه بيوت مسلسلات باب الحاره وهيك اشياء يعني، فبيعطي راحه نفسيه وقت. بس عم يشوفوا النسوان بعضهم انه اوكي يعني شوفي اذا فتت على قسم الخياطه ولا اذا فتت عملت دوره محو اميه، وبشجعهم انا كثير وانه بس نساء ما في رجال، فشوي هذا بياخذ راحه اكثر، هذا بيعطي راحة أكثر. الحمد لله رب العالمين هلأ القسم يعني ما بقول لك أنه تطور كتير كتير، ما زال أنه بس يعني صار عددهم 13 امرأة كتير منيح. اسمحي لي سيد نجلاء أن أخذ فاصل ونرجع نحكي عن نكمل على المركز. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نكمل الحديث مع سيدة نجلاء الشيخ، الحديث الممتع حقيقة. سيدة نجلاء، نتابع الدعم النفسي للأطفال ولا للنساء بتعملوه أنتم بالمركز؟ أول شيء خليني قبل ما أحكي هذا السؤال، النساء هن زوجات شهداء، أرامل ولا كل كل الشرائح؟ عنا زوجات شهداء، عنا أرامل، في نساء عمرهم كبير من متزوجات، وفي نساء مع أزواجهم عايشين بس إن حابين يساعدوهم بامتلاك مهنة، أو وفي طالبات جامعيات وفي طالبات مدارس. يعني عنا أصغر بنت عمرها 8 سنين ما عم تروح المدرسة، وفي أكبر امرأة عمرها 62 سنة. ما شاء الله شريحة كبيرة. أي شريحة ما 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 يعني في بكل في مراكز للأيتام، في مراكز للنساء الشهداء، نحن خليناها شوي واسع. طيب كيف تشتغلوا على موضوع الدعم النفسي؟ بصراحة مشتغلة برنامج الدعم النفسي أول ما بلش، قبل ما نتواصل مع منظمات إلى بصمة بهذا الأمر وبتشتغل على هي البرامج، نطبق لها برامجها بمركزنا بما أنه يعتبر مركزنا هو بيئة حاضنة. أنا كنت عم بشتغل بهذا البرنامج، عم بعمله للمتدربات، بعمل برنامج دعم نفسي جماعي مثل اللي كنت أعمله للمدربات وقت كانوا في بيتي، فسميت الجلسة كيفكن.
انه بنقعد حوالين البحره بالمركز وبنقعد كيفكم، بس لانه انا يعني عندي خبره بهذا الامر كذا، فبعرف كيف لملم الجراح او كيف يعني انه لما بدك تنكت وجع لازم تعرف كيف تلمه ترجع تلمه. أيوة. صح. فهي جلسه كثير كثير عليها اقبال وصدى، وحتى لما انا بكون غايبه ببلش بينسال عنها، كثير حلوه ولطيفه وكسرت الحاجز ما بين النساء، صار ما في مشكله انه يحكوا مشاكلهم قدام بعضهم يعني او قصصهم. في البدايه كان كثير صعب، كسرناه لما انا بلشت احكي، حكيت وجعي، كيف اعتقال زوجي، كيف اعتقال والدي، كيف انا عانيت، كيف نزحت، فصار انه مديرة مركز عم تحكي، فصار عادي الوضع، الموضوع عادي يعني. صار عادي، صارت هاي القصة وعملت ألفة ما بين الناس، عملت ألفة، حتى صار في تزاوج يعني، صارت الامرأة تعرف انه هاي البنت شو أصلا وشو فصلة، لانه انت بتعرف كل اسم بتضم ريف حلب الشمالي كله. صحيح. فهلا بالنسبه هذا لانه هيدا اول هيك بلشت الدعم النفسي، بعدين صار في منظمات عندها برامج مدروسه ومدعومه، مثل الاي ام سي الهيئه الطبيه الدوليه، مثل الدي ار سي، مثل مستقبل سوريا الزاهر، هي هون بعنتاب بتجي بتطبق بعض البرامج عنا، في كتير منظمات نحن بنفسح لها الفرصه انه تطبق برامج عنا. تمام. هلا بدنا نحكي شوي عن موضوع التمويل. قلت لي قبل تسجيل الحلقه انه التمويل شوي او ما في تمويل بالاحرى يعني، فكيف بتدبروا اموركم بهذا الموضوع؟ هلا الناس كلها تفاجأ انه هذا المشروع صار له هلا هي السنه الثالثه، اول سنه في منزلي وهلا صار له سنتين في المركز. ما عندنا رواتب، ما عندنا جهه داعمه، بس النساء كتير كتير محبات للمشروع وحابين عملهم وحابين الجو والالفه. بنتمنى هلا نحن من خلال معارضنا اللي بنعملها بشكل دائم بيطلع مبلغ بسيط للنساء، بس مو بشكل شهري دائم يعني، حسب المعرض اللي بنعمله هو كتير بسيط بس، والحكومة التركية هي اللي بتدفع لنا مثل ما قلت لك انه اجار المكان والكهرباء والمي والانترنت والمصاريف اللي بنحتاجها في الحياة اليومية. طيب موضوع انه المرأة تعلمت الحرفة، هل المركز تبعكم بيتواصل مع مؤسسات تانية انه يأمل لها عمل او شيء؟ من 3 شهور احنا خرجنا 20 امرأة بقسم الخياطة. في لنا صديق فتح ورشة خياطة بكلس، فكان عم يسألني انه نجلاء انه انا بدي افتح ورشة خياطة وكذا وهيك، فقلت له انا عندي 20 امرأة جاهزة يعني، فالحمد لله رب العالمين من المركز لفرصة العمل مباشرة. بالنسبة لقسم الكوافيرة، قسم الكوافيرة هو اكثر الاقبال، اكثر اقبالا عليه للمتدربات، النساء بتحب قسم التجميل اكثر. صحيح. وانه هي حرفة سهلة، واول شغلة انه يعني لما بدك تتعلميها ولو فتحتي ببيتك ما بدها كثير مواد أولية، سشوار وشوية مواد تجميل بتكفي. فقسم كتير كبير ببيته عم يشتغل الحمد لله رب العالمين، وفي حتى نحن عنا قصتين نجاح انه المدرب المتدربات اللي تدربوا عنا هلأ صاروا مدربات بالمركز، بالمركز نفسه. أيوة بالمركز نفسه، لأنه نحن فاتحين قسم للعرائس بأجور كتير كتير قليلة يعني، بأجور يعني خلينا نقول ربع ما هو مطلوب برا يعني. عرفت كيف؟ فهذا بيرغب النساء السوريات أكتر أنه يجوا يعملوا شعرهم أو مكياج أو كذا بالمركز. فرص العمل كتير عم نساعد فيها الحمد لله رب العالمين. مثلا المنظمات، علاقتنا مع المنظمات بتعرف بكلس، كل المنظمات اللي عم تشتغل لرعاية اللاجئين هي موجودة لها مقرات بكلس، فنحن علاقتنا جيدة معهم لأنه منطبق لهم برامجهم، فبيسألونا أنه مثلا بدنا مثل في عنا كتير بنات تتعلموا اللغة التركية عنا، فبدهم مترجمين أو بدهم ناس لغة إنجليزية أو بدهم منشطة أو ميسرة أو مثلا تمسك قسم الكوافير أو هيك أشياء يعني، في هاي المشاريع فمباشرة مرشح أسمائهم. تمام. هلا سؤال، وجهي لي كلمة للنساء السوريات. بدي وجه كلمة لهم أنه يعني لطالما في عندك الله خلقنا بعقل وعنا عيون وإيدتين، فأنت قادرة على أنك تهزي العالم يعني، مو بس أنك تعملي حرفة، مو بس أنك تساندي زوجك، مو بس أنك تعيلي أسرتك يعني. هلأ بصراحة بيظل الحرب اللي نحن فيها والثورة اللي عم تعيشها سوريا، المرأة هي اللي عميقة على عاتقها المسؤولية الكبرى. أكيد. يعني إن كانت هي أم شهيد ولا زوجة شهيد، ولا إن كانت حتى ولو كان زوجها موجود، ما أنت شايف خصوصا هلأ ببلد اللجوء ما عاد رجل اشتغل بشغلته يعني، والظروف صعبة، فهي لازم تسانده. أنا ما يعني ما بفكر إلا تكون هي اللي تشيل الشيلة يعني. فلهذا السبب عندك عقل، طالعي قدراتك، طالعي شو بتعرفي، الله يجزي الخير الجمعيات الخيرية يعني أكيد اللي عم تساعد، بس ما أنا دائمة
مانا دائمة. لما دائما بحكي للنساء عن هاي القصة، لما وقعت قنبلة هيروشيما على اليابان مسحتها تماما، رجعوا بنوا اليابان هي الدولة العظمى الاقتصادية واللي مثل ما بنوا ألمانيا كمان بالمشاريع الصغيرة وبالنساء، بنت بالنساء بالمشاريع الصغيرة. حتى بالبوسنة والهرسك بعد الحرب بلشوا بالمشاريع الصغيرة، وعلى فكرة بلشوا مع النساء الهشات. يعني مركزنا فيه تحدي كتير كبير انه ما عندنا خريجات، عم نورجي العالم انه اوكي، يعني مو دائما المرأة اللي جتها الفرصة انه تدرس بالجامعة وتتعلم وتكمل دراستها. في نساء ما سمحت لها الفرصة، وانت بتعرف شو يعني ريف حلب. صحيح. اهل يوم بيطلعون قبل بوقت من المدرسة، وحتى انا من الناس اللي كملت دراستي بعد زواجي، يعني انا نموذج عن هذا الموضوع. فانه انت فيكي ولو ما كنت بتمتلكي شهادة فيكي تعملي شيء، لأنه مو هي الشهادة كل شيء، هي شغلة أساسية أكيد، أنا ما عم أقول شيء، بس فيكي تبني فيكي تساعدي بالبناء. صحيح. سيدة نجلاء، شكرا جزيلا لك لحضورك إلى هنا وتسجيل هذه الحلقة، وأنتم من أهم سواعد الأمل حقيقة. يعني أنتم، لأنه ما في تمويل ما في دعم، فأنتم من أهم سواعد الأمل اللي موجودين بالساحة السورية. شكرا كثير لقناة حلب اليوم اللي سمحت لنا الفرصة أنه نتكلم عن مركزنا، ونتمنى منكم أنه زيارة تشوفوا على أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي الحلقة لهذا الأسبوع، على أمل أن تكون سواعدنا يوما ما على أمل أن تلتقي سواعدنا يوما ما لنكون معا سواعد أمل. هذه تحية وإلى اللقاء.